يمكن الحرية، كل ما طمعنا ان الناس تاخد حقوقها، وكنا مستعدين ان احنا نموت علشان الحقوق دي، ولازلنا مستعدين ان احنا نموت علشان الحقوق دي، وهنفضل موجودين في صف الاول، وهنفضل موجودين وسط الناس اللي بيكملوا ثورتهم. مؤتمر النهاردة الائتلاف بيعلن فيه عن حله لأسباب ليها علاقة بانه وجود سلطة منتخبة ايا كان بنختلف معاها او بنتفق معاها، نمرة اتنين انتهاء بشكل او باخر للفترة الانتقالية، نمرة تلاتة انه الطرح السياسي اللي كان على اساسه الائتلاف متكون اتغير بنسبة 180 درجة، وبناء عليه لازم طرح سياسي جديد بجبهة جديدة يناسب اللحظة اللي موجودين فيها دلوقتي. كما أن احترام الثورة يقتضي محاسبة الذات ونقدها، وبناء عليه فقد قررنا حل ائتلاف شباب الثورة على أن تظل مجموعاته تمارس دورها الطبيعي في العمل، ولكن في أطر أخرى قد تكون مناسبة لكل مجموعة، وبالطبع سينضم جزءا من الأعضاء إلى الجبهة الوطنية الموسعة حال إنشائها إن شاء الله. القرار متاخد من سنة ونص، الفترة الانتقالية هي اللي طولت يعني. النهاردة بنحل الائتلاف لافساح المجال لأشكال تانية من التنسيق هتبقى موجودة بين قوى سياسية كتيرة، المجموعات دي بتنسق مع بعضها من قبل الثورة، سنين طويلة من قبل الثورة، وهتفضل تنسق مع بعضها، بس احنا دلوقتي في حاجة لأنه يبقى في مجموعات أكتر ومجموعات أكبر تخش تحالف أوسع عشان نبني مصر اللي احنا بنحلم بيها كلنا.